حكاية منزل. كان ما بين التلال منزل في خير حالي، بجنان عن يمين وسواق عن شمالي. ذات يوم يا رفاقي بعد أفراح الأهالي، داهم السفح بنات بالمقاييس الطوالي. قسموا طولا وعرضا كل أرجاء التلال، فبدا الإسمنت يغزو حقل أشجار الدوالي. ردد البيت حزينا أين أيام الخوالي، العمارات تعالت ناطحات في الأعالي. حاجبت في الأفق شمسي ونجومي وهلالي، ليت أني عشت دوما بين أحضان الجبال. أتملى في هدوء صنع ربي ذي الجلال، ليت شعري كيف أمضي في طريقي للزوال. حكاية منزل. كان ما بين التلال منزل في خير حالي، بجنان عن يمين وسواق عن شمالي. ذات يوم يا رفاقي بعد أفراح الأهالي، داهم السفح بنات بالمقاييس الطوالي. قسموا طولا وعرضا كل أرجاء التلال، فبدا الإسمنت يغزو حقل أشجار الدوالي. ردد البيت حزينا أين أيام الخوالي، العمارات تعالت ناطحات في الأعالي. حاجبت في الأفق شمسي ونجومي وهلالي، ليت أني عشت دوما بين أحضان الجبال. أتملى في هدوء صنع ربي ذي الجلال، ليت شعري كيف أمضي في طريقي للزوال. حكاية منزل. كان ما بين التلال منزل في خير حالي، بجنان عن يمين وسواق عن شمالي. ذات يوم يا رفاقي بعد أفراح الأهالي، داهم السفح بنات بالمقاييس الطوالي. قسموا طولا وعرضا كل أرجاء التلال، فبدا الإسمنت يغزو حقل أشجار الدوالي.